انت قدمت على مس لبنان هيك بالصدفه ولا في حدا قال لك اهلك قالوا لك؟ هي كل حياتي ناس بيقولوا لي بيشجعوني وانا بحلم انه اقدم وقدمت هلا لانه انا بدرس الصيدله فخف الضغط شوي واخذت هالاوبرتونيتي قبل يعني؟ ايه كنت بدي اقدم كل سنه عم بنتور ايه بس هلا هالسنه يعني شيء جديد كليا مع ام تي في ومع الاورجنايزيشن وكل شيء جديد فاكيد اخذت هالاوبرتونيتي تقدم. طب وقت قدمت او عبيت الابلكيشن قلتي خبرت الناس انك قدمتي ولا نطرت لتشوف اذا رح يقبلوكي ولا لا؟ في ناس عرفوا في ناس خليت هيك نوع من السربريز تشوف رده فعلهم فهيك. وبعد قد ايه قالوا لك انك انقبلتي؟ بعد شيء شهر يعني كنت كثير ناطره وبعد شيء شهر يعني طولوا. طب مايا اولا من وين جايبه كل جمالك كله؟ هذا الجمال كله من وين؟ من اهلي من ابسي ابسي هي ميلي كمان هون ابسي من عند ابسي ابسي ايه من ابسي حروف من اهلي من اهلي لا قول من تنورين من مي التنورين يلي بشربها من انا بدك سبيسيفيك ديتيل من تنورين في جهة من تنورين من بيي وامي روسيه فترى تحيه اكيد للوالده كيف بنقلها بالروس التحيه لامك شوي تحيه لامي بريفيت مام شو طلعت بريفيت مام بريفيت مام من منوجر كيف بيقولوا منوجر بالروسي منوجر أتناس إباشلي أتناس إباشلي نتابع معكم ومعنا ملك الجبال من عندكم أرثوذكس الكل الكل شو غسان؟ لا عمون إما أرثوذكس دغري من عنا دغري من عنا بلش الحساسية لا ما هو عم بقول كان عنده يعني كان بعد ما امبارح بس يحكوا موار وأرثوذكس ايه على هالموضوع يعني شفنا عم بيحكوا عن مايا إنه قوات وطيار ومرضى وما خلوا شيء ما خلوا شيء مش معقول الشعب كيف عم بيقيس انا بنتمي الى بلدي برافو 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 مايا مايا كلهم امبارح وبنشوف اخرين الصور على تويتر شبهوك بملك جمال الكون جورجينا رزق عن جد؟ انت كيف بتلاقي هذا الشبه؟ في شبه اكيد وانا كثير فخوره انه هيك بتفكروا بس بذات الوقت يعني ما بعرف انت احلى لا انا مش وليد توفيق بس انا بدي رجاله رجع التاج مثل هي ما رجعت فان شاء الله انه عندي ذات الصفات مثلها تكون ناجحه بملك الجبال بتحسي عندك امل تقدري تتميزي بملك الجبال للكون يعني مس يونيفرس بتحسي بهذا الحظوظ ولا؟ ايه اكيد لانه عم بشتغل هلا من هلا عم بلش وان شاء الله ان شاء الله فيها تكون مس يونيفرس لا جايز حبيب غبرين مين كان بدك يفوز امبارح؟ تصور اقول لك غير شيء لا فيك تقول ليك انا تكون صريح معك انا عم بتطلع على خمستهم هن واقفين بالاخر كنت عم بقول انه منيح انه مين ما طلع من الخمسه بنت حلوه يعني رح تكون بتشرف لبنان وفيها مقومات لان من الجمال وغير جمال بقى كنت هيك بس كنت حاسس انه يعني كنت عم بشوف انه مايا عم تتميز عن غيرها ان كان بالعلامات او بالهيك يعني حسيت انه هي رح تكون ملكه وكنت متوقع انه توصل هي وميرا على الفينال يعني مثل يعني هيدي اول مره بمس لبنان بتشوف انه العالم ما يعني كانوا مراضيين بالنتيجه دائما بيطلع ملكات بيصيروا كل السوشيال ميديا والعالم وقبل السوشيال ميديا يقولوا انه لا كان لازم يطلع هيدي وكان لازم هيك هالمره كل العالم مقتنع بالنتيجه مثل كانه كانت فيري 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 مايا من اول لحظه حتى مش بس توصلوا على التوب 5 من اول لحظه عند اول مرور انا بالنسبه لي يعني شخصيا دغري سجلت علمت ما علمت قد ايه الايجو بوست انت عن جد سو ماتش يعني ما فينا نحن نظهر كنا بالكوليس كلنا خايفين بس كان عندي انه كلنا سوا كنا ما في كان هيدا
نوع من الجالسي او هيك كلنا سوا كنا روح وحده فكان في كتير سبورت شفناها على كل حال انا بتعرف عندي توندانس دائما بس احضر حيلا مسابقه بتعاطف مع الخسران اكثر مع يعني بنبسط للربحان بس بحب الخسران اكثر يعني بصير اقول انه شو عم بيصير فيها هلا انت جوزيف يعني مش هالمرة لا بس بصير اقول انه حرام شو عم بتحس هلا وهيك اول مره بحضر مس لبنان على اون ستيج يعني وشفت البنات كلهم تقبلوا ليش قبل ما كانوا يعزموك لا ما كانوا يعزموك ايه بس انتبه اكيد بدنا نسال مايا انه هل قد حلوه هالاكسبيرينس هالاكسبيرينس كلها سوا كنتوا متوقعين انه اذا خسرتوا ما تتاثروا ويكون هالقد شيء حلو اللي صار معكم كانت اكسبيرينس كثير حلوه وبنصح كل بنت تقدم اذا عندها like 1% تي في مش مثل ليبون خلص هلا مش ليبون ام تي في هاي هي لا يمكن بعد اللي عملته ام تي في ما بقى فيها غير على صح على الستاندرد كثير عالي ايه و واكيد اكسبيرينس يعني اتس اميزينج اذا بدك تختصري هالاكسبيرينس بثلاث كلمات شو بتقولي؟ مايا السؤال هو اذا بتختصري بثلاث كلمات شو هن هالثلاث كلمات وليش؟ النجاح و سيسترهود صراحه انه كلنا سوا كنا سيسترهود رح ناخذها كلمه واحده Sisterhood هي أخوة لروبن روبن هود كنت بدي أقولها أخوة كنت بدي أقولها بس نعم Sisterhood بالسنكر وثالث كلمة ثالث كلمة نعمة 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 فعلا نعمة